يكون على المسرح الشعور يكون يعني وايد حلو. حبيبتي تيتا كانت تعرف شو تسوي عشان تشوفني مستانسة. هي دايما كذي تفهمني وتعرف شنو أبي. أنا كثير مبسوطة إني رجعت لدبي because صار لي غايبة عن الساحة 4 سنين والحمد لله رجعت بقوة كمان. 5, 2, 3, 4. أنا جاي لأتدرب الحفل اللي راح يصير on Saturday. بوعد جمهوري إنه الحفل راح يكون كثير حلو كثير فن وإنهم راح ينبسطوا معي إن شاء الله. صار لي زمان ما غنيت ولا عملت كونسرت و I just can't wait to sing my new songs. والإشي اللي زعجني كثير إنه ماما مش معي. Guys, can I just take 5 minutes? No, what's wrong? I just miss my family. I think it comes today. Mm-mm. Yeah. Mm-hmm. I just miss my mom so much. بحس إني محتاجتها وما بعرف أعمل إشي بدونها. وحتى يعني الكونسرت أحس I need her with me. أكيد قاعدة أحاتي هي أمي وكل شيء بالنسبة لي وصارت ما قاعدة ترد على التليفون يعني يوم كامل. We're so proud to introduce today Hala Turk. We'll have now a very beautiful fashion show. Hala will have a nice performance. I don't want to talk much about it. I'll leave it for you to discover now. So let's give it a big round of applause to start the show. قبل الحفل انعزمت على عرض ازياء. كانت موسيقى العرض اغاني اليدد. شيء حد يخرع إنه أنا أكون قاعدة بين الناس قبل أطلع المسرح. أفضل إن أكون قاعدة بروحي عشان أركز زيادة. مفاجأة إني رح أغني أغانيه.
أحسنكم. والله شكرا على حضوركم. يا عمري أنا وايد وايد مستانسة وأحبكم وايد. شكرا شكرا يعطيكم ألف 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 عافية. بديت شكرا. الناس كثير استانسوا لما غنيت اغنيتي الجديدة، ولما خلصت الكل صار يبي يصور وياي. هي اللحظة ان اطلع المسرح، بس قاعد احاول اركز، patience، قاعد احاول اركز. I need this اصلا، بس قدامي وايد سويتس، شلون ابي اركز؟ طبعا انا كثير مستانسة ان انا حقدم حفل حلو وأغاني جديدة و something brand new و بس I still hope يعني إن شاء الله إن شاء الله أشوف my family لأن I miss them. القصة بلشت لما تم تحديد حفل حلا الترك في دبي، ولكن بعد غياب طويل. خي ماجد من أشد المعجبين بحلا الترك، ولما أقول إنه من أشد المعجبين بحلا الترك I really mean it. ماجد حاضر يمكن ثلاثة أرباع وكل الفيديوز لحلا الترك وحتى فيديو كليباته. تواصلت مع فريق الإنتاج حتى يكون ماجد موجود في بهالحفل، مش بس عم بيحضر الحفل وإنما أيضاً عم بيكون موجود مع حلا الترك شخصياً خلف الكواليس. ماجد جاي من لبنان. أنا كنت التقيت بحلا بأكثر من مناسبة، ولكن كانت هيدي أول مرة بشوف تعامل حلا مع معجبينا. حلا إنسانة طبيعية جدا، ومش لأنه أحد المعجبين هو خي صغير، ولكن حلا بتعامل كل الأشخاص كأنهم أصدقاء من فترة طويلة. ديان. Good luck today. Thank you so much. We'll be watching you and gonna cheer. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. كثير حلو إني أخذ support from my fans. But the real support I needed was from my mom. أنا أكيد كنت حابة فاجأة، وأنا ما رح فوت أي حفلة لحلا. وأول ما شافتني عيونها صاروا يضووا هيك يشعوا. I like your makeup. أنا حابة. صحيح؟ أي حلو. سي؟ أتى الميكب. الميكب هل حبيتي؟ تفرح. هلا ماما بدي أطلع أعمل حفلتي، سويت بروفا ما كنتي موجودة ولا تيتا كانت موجودة بالبروفات. كثير ما شاء الله ناس برا. I'm so happy. تفاجأت بكمية العالم اللي واقفة وقاعدين يطالعوني. ما
أجمل شعور هو لما الجمهور قاعد يتفاعل معك. هالشي خلاني أنسى الخوف وأنزل أسلم عليهم. كل ما أطلع على المسرح كان الجمهور يتفاعل أكثر وأكثر. كان كل التعب والضغط قبل الحفل قاعد يختفي مع كل أغنية. تعبير وجهه وانسجامه التام خلال الحفل وصلتنا الرسالة أنه أي شخص ممكن يلتقي بنجمه المفضل. هذه اللحظات لا تنسى بكل حياة. العالم جميل وزين وزين يخلي العالم أجمل. على الأيام نمشي وحيد والأحلام لو أتمنى لو الحفل ما يخلص عشان أغني قدام الجمهور. والله بس I'm so 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 happy. جمهور وأهلي يعني what do I want more than that. والله شكرا I really appreciate it. وحتى الدانسرز يعطيهم العافية. الحمد لله everything was perfect. I can't believe يعني الناس قامت تتغني my new songs. My mom and my grandma were by my side. الحمد لله I'm so so happy. Everything was perfect and it was so amazing. أكيد بعد الكونسرت I get so hungry وما بشوف قدامي غير السي فود. شو كان فنون الكونسرت اليوم؟ اه والله قعدتوا الناس هاي كلياتها عجبك؟ عجبك؟ كان عجيب. اه والله
كيف كان السربرايز؟ حلوة؟ عجبتك؟ أكيد يعني حبيتيها. والله ما توقعت انكم راح تيجوا، حتى كنت عم بتصل بس عشان ترد علي، ما رديت. كيف نرد؟ سربرايز ما يصير نرد عليك. بس تعرفي ما كنا متوقعين هالقد اجى ناس، كثير كان في عالم. كثير كان في عالم. الحمد لله انا جعت خلاص. No one speaks to me now, just bring the food. Wow. Mix buckets, come on. Oh my goodness. The food was amazing. It was a mess. Oh my God, طلعوا. But it was worth it. لا اللي بشوفها بتاكل كل هالاكل بفكر انه احنا مجوعينه. انت ملاحظه قد ايه ما يبين عليها. إيه؟ الله يخلي بابا لما كان ياكلني. استنوا احد الكل. هلو. او هاي فهد. I'm okay الحمد لله. What surprise. باي. شو ما في شيء فهد وسربرايز، لازم في شيء. شنو؟ شوفوا مدام انتم خليتوني لحالي هون بدبي، فهد اوكي من عود ميلانو حكى معي وقال لي انه انا راح اروح ميلان عشان الميك اب برودكتس يا حبيبي. احنا رايحين نروح معك، احنا راح نعمل لك سربرايز. نسوي لك سربرايز. نسوي لك سربرايز فيه. انتوا بكبركم سربرايز، تفضلوا. ثانك يو. اني تايم ملام، اني تايم ستي، اني تايم ماما. I'm so excited، خاصة اني رايحة اشوف ماي كوزمتكس، ميلانو، ايطاليانو، بيتزا، بابروني.